أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك نسخ لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هناك إيش؟ هناك نسخ لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته لأهل القصيم، توزع في هذا المسجد، مكتوب في أولها: قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني. السؤال: ما رأيكم في وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالصديق الثاني؟ قالوا الإمام أحمد أيضا الصديق الثاني، لأنه نصر الإسلام في وقت الفتنة، كما نصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام يوم الردة. فأبو بكر الصديق نصر الإسلام يوم الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد نصر الإسلام يوم الشدة، يوم القول بخلق القرآن، فهو يشبه موقف الصديق. موقف الإمام أحمد يشبه موقف الصديق في نصرة الإسلام وقت الحاجة، فلا غلاظة في هذا. وإن لم يكن أحد مثل الصديق من كل وجه، لكن من بعض الوجوه. نعم.